في نوع كمان بيكون موجود عند نسبة من الشباب اللي هو الضعف الجنسي الأولي، بحيث ان بيكون الشاب مولود من البلوغ بضعف في الانتصاب، وده ملوش حل غير ان احنا نركب دعامة علشان يقدر يتجوز ويعيش حياته الزوجية. وده موجود وناس كتير لما بتركبه بيقدروا يعيشوا حياته الزوجية، وفي بعض الأحيان كمان الزوج بيكون شاطر شوية وزوجته ما تقدرش تلاحظ. يعني شوفي يعني ازاي الامر وصل للطبيعي. أيوة. ان هو فعلا في بعض الاحيان بيكون زوجته ما تقدرش تلاحظ.